تفترق السنة عن السيرة في أمرين. الأول أن السنة خاصة بمرحلة التشريع، مرحلة البعثة، يعني منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي، بعث وعمره 40 سنة، وتوفي وعمره 63 سنة، يعني فترة البعثة أو التشريع أو الوحي 23 سنة. فالسنة مختصة بما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة، أما السيرة فتمتد من ولادة النبي صلى الله عليه وسلم إلى وفاته. فالأربعين السنة السابقة لبعثة صلى الله عليه وسلم هي جزء من السيرة وليست جزء من السنة. هذا الفارق الأول. الفارق الثاني أن السنة لا بد أن تتضمن تشريعا، حكما شرعيا، أما السيرة فهي عبارة عن أحداث قد تتضمن تشريع وقد تكون مجرد وصف وقصص وسبر لما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم.